امبارح خلال فعاليات اصطفاف المعدات المشاركه في تنفيذ خطه الدوله لتنميه واعمار سيناء، كرم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من بطلات وابطال مصر من سيناء اللي واجهوا تهديدات الارهاب وادوا دورهم الوطني بكل اخلاص. صحيح، ومن ضمن هذه النماذج الكرامه سياده الرئيس اسراء امين حمدي اللي كانت بتعمل في مكتب خدمه المواطنين في مستشفى العريش العام. إسراء ربما ليها قصة ملهمة وكبيرة جدا، بدأت بعد ما تعرضت إسراء لحادث تفجير لعبوة ناسفة، ومع ذلك استكملت عملها، وبعدها تم إصابتها مرة أخرى بطلق ناري أثناء عملها في تسهيل إجراءات المواطنين. إسراء نموذج بصراحة ملهم، بيدي أمل الحياة، عندها تجربة أعتقد إن هي لازم تحكي لنا دلوقتي على التليفون. مرحب بيكي يا أستاذة إسراء. صباح الفل يا بطلة. صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليك، يعني بطلة حقيقية، ألف مبروك، تستاهلي التكريم. الله يبارك فيك يا رب. يعني هل كنت متوقعة أن يتم تكريمك عن قصتك الملهمة دي، ولا كانت مفاجأة بالنسبة لك؟ لا طبعا كانت مفاجأة كبيرة جدا، كنت وقتها في الشغل وجالي اتصال من القوات المسلحة ان تم اختياري تكريم من سيادة الرئيس، فطبعا كانت مفاجأة وفخر وبجد مبسوطة جدا ان انا اتكرمت امبارح من سيادة الرئيس، وطبعا التكريم ده لكل بنت الشمال فينا مش ليا انا بالذات. يعني انت تستاهلي يا بطلة، ربنا يخليك يا رب. عرفينا على العريش قبل كده كانت عاملة ازاي ودلوقتي عاملة ازاي؟ والله الوضع زمان كان صعب جدا، يعني احنا كنا شغالين تحت خط النار، يعني اللي كان ينزل الشارع كنا متوقعين محدش يا هيتصاب يا هيستشهد يا حد هيحصل له حاجة، لأن الوضع كان صعب جدا يعني. لكن دلوقتي الوضع مستقر، أمن وأمان وفي تطوير وفي تنمية في شمال سيناء دلوقتي، والحمد لله الأوضاع دلوقتي مستقرة تماما. يا رب دايما. إسراء، يعني عرفينا على تفاصيل إصابتك في المرتين، يعني أول مرة كانت عاملة إزاي وتاني مرة، ونسب الإصابة كانت إيه؟ أول مرة كنت في قرية العبيدات تبع الشيخ زويد، كنت وقتها في مزرعتي أنا ووالدتي وعيلتي وكده، وحصل انفجار عبوة ناسفة في كمين للقوات المسلحة، ووقتها اتصبت أنا ووالدتي، بس والدتي كانت إصابتها أشد مني، وبعدها نزلنا عادي والحياة استمرت، وكان في وضع صعب جدا في البلد. وفي 2018 برضو أصبت بطلق ناري في العملية الشاملة لما كنا ننزل الشارع وكده، والحمد لله. الحمد لله. هل هذه الإصابات يعني أحدثت فيك أي إعاقة، ولا تم مداوات كل هذه الأمور؟ لا الحمد لله تم علاجي، والحمد لله دلوقتي الوضع احسن بكتير الحمد لله. طب يعني انا بقى عايزه افهم، انت اصرارك ده يعني كان جاي منين؟ انت رغم اصابتك استمريتي وكملتي عملك؟ احنا عندنا اصرار ان احنا بننزل وبنشتغل لهدف واحد هو الوطن، احنا بنفكرش في حاجه. يعني انا عندي ناس من عيلتي استشهدت، عندي اصحاب استشهدوا، قرايبي، في جيران ليا، فبالنسبه لي الموضوع وطني اكتر. يعني احنا بنفكرش ايه اللي هيحصل لنا، بنفكر ازاي هنعمر، ازاي هنشتغل، ازاي هننجز، ازاي هنعمل انجازات، ازاي الناس هتتكلم تقول الناس دي تعبت، بس المكافاه اللي احنا خدناها طول السنين اللي فاتت ان احنا اتكرمنا من سياده الرئيس، وده طبعا فخر وبالنسبه لنا يعني احنا مش عايزين حاجه تاني خلاص من الدنيا، خلاص تمام. صحيح. طب وضح لنا يعني طبيعة شغلك إيه؟ طبيعة عملك؟ أنت بتشتغلي في مكتب خدمة المواطنين في مدينة العريش بشمال سيناء، طبيعة الشغل عاملة إزاي؟ في 2018 التحقت بمكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، هو مكتب يخدم المواطنين وهو يسهل كل الإجراءات للشهداء والمصابين. أنا متطوعة داخل المكتب مش موظفة. احنا بنسعى طول الوقت ان احنا نخدم المواطنين فقط ونقدم لهم كل المساعدات. والشهداء والمصابين طبعا اجراء الاحداث بيوصلوا المستشفى طبعا في حالات صعبه جدا، فبنكون معاهم بنقدم لهم كل المساعدات، الادويه، المستلزمات اللي هم يحتاجوها داخل المستشفى لغايه ما ربنا يتم شفائهم ويخرجوا بالسلامه، وحتى بعد خروجهم
بيتوجهوا للمكتب عندنا، وبنبدأ ان احنا نسهل لهم كل الاجراءات، ان هم يصرفوا التعويضات، المعاش الشهري، الحاجات دي اللي هم يعني بيبقى المكافأة بتاعت الدولة ليهم. كل الشكر ليك يا بطلة إسراء أمين حمدي، إحدى المكرمات من سيد رئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا ليكي.